قبل ساعات من سقوطه تعرف على احتمالات سقوط الصاروخ الصيني فوق دول الخليج ومصر. يترقب مواطنو دول الخليج ومصر والعالم أجمع موعد ومكان سقوط صاروخ الصين الخارج عن سيطرة السلطات الصينية والذي يزن 21 طنا، حيث أنه لا يزال يثير القلق حول العالم مع استمرار دورانه حول الأرض وعدم المعرفة الدقيقة لمكان وزمان هبوطه. مر صاروخ الصين على مدارات عدة لدول عربية من بينها تونس وليبيا ومصر والأردن وفلسطين وسوريا، وقد مر فوق مصر لمدة 3 دقائق وواصل مساره العشوائي حول العالم. وأصبح الكثير من المواطنين في دول الخليج ومصر يتساءلون حول احتمالات سقوط الصاروخ الصيني فوق رؤوسهم، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي. في نهاية الشهر الماضي أطلقت بكين صاروخاً من طراز لونغ مارش 5B نحو مدار أرضي منخفض دون سيطرة، وكان من المفترض أن يكون هناك مسار ومدار وتوقيت واضح كي تسقط باقي النفايات في البحر أو في أماكن غير مأهولة بسكان، إلا أن هذا لم يحدث وخرج الصاروخ عن مساره. ويبلغ طول الصاروخ الصيني تائه 100 قدم وعرض 16 قدما بسرعة تتجاوز 4 أميال في الثانية، ما يعني الدوران حول الأرض كاملة في أقل من 2 ساعة. وكان من المخطط أن يكون الصاروخ الذي أطلقته بكين الخميس الماضي مسؤول عن إرسال تيانهي أول كبسولة بناء لمحطة الفضاء التي تشيدها الصين، ويخشى الجميع من نهاية سيئة لأنها ليست المرة الأولى التي يفشل فيها صاروخ لونغ مارش 5B الذي سبق أن أطلقته الصين وتحطم في السماء وتسبب في أضرار مادية بدولة ساحل العاج. تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل، وتشير البيانات لأن هذا الصاروخ الصيني يدور في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 إلى 260 كيلومتراً وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28,000 كيلومتر، مما يجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالي 90 دقيقة في مدار بيضاوي. وهذا يعني أيضا وفقا للتقديرات العلمية أن الصاروخ متوقع أن يسقط على الأرض تقريبا يوم 9 مايو الجاري، وهو يحلق الآن فوق منتصف المحيط الهادئ ومر على العديد من الدول لكنه لم يسقط حتى الآن. وحسب تقارير علمية فإن الصاروخ مر بسماء مصر وبعض دول الخليج أكثر من مرة بسلام، ولكنه سيعود مرة أخرى، حيث تشير الاحتمالات إلى سقوط أجزاء من الصاروخ الصيني على مصر أو على إحدى الدول الخليجية، ولكنها احتمالات ضعيفة. ورغم التهويل من خطورة الصاروخ الصيني الضخم، قال الخبراء إنه بمجرد دخول الصاروخ داخل الغلاف الجوي للأرض سيتعرض للاحتراق مع مقاومة بعض الأجزاء لعملية الاحتراق وتسقط على مناطق مأهولة بالسكان وقد تلحق خسائر كبيرة. ويقول رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري سيتم مرور هذا الجرم المحترق فوق سماء سوريا من الجهة الجنوبية الغربية إلى الشمالية الشرقية، وقد نرى كتلة نارية ملتهبة في السماء، وسنعمل في الجمعية الفلكية السورية لتصويره ومعرفة مساره بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفلك والجهات العلمية في العالم. وقلل العسيري من احتمال سقوط أجزاء من هذا الصاروخ فوق الأراضي السورية، مشيرا إلى أن مسار وزاوية سقوط الصاروخ ستتحدد بدقة في الساعات القادمة.